سيبويه. هو عمرو بن عثمان أبو بشر، اشتهر بلقبه سيبويه حتى صار لا يعرف إلا به لكثرة استعماله. هو إمام النحاة وأول من بسط علم النحو، وهو فارسي الأصل، ولد عام 400 من الهجرة على الأرجح. من أرض فارس قدم سيبويه إلى البصرة، حيث مراكز العلم ومنابر العلوم، وقد كان شاباً حسناً ذكياً، إلا أنه كان فيه حبسة في عباراته. عمد سيبويه إلى إمام العربية وشيخها الخليل بن أحمد الفراهيدي لينهل ويتعلم، فصار يلازمه كالظل، حتى لقد بدا تأثره الكبير بشيخه هذا على طول صفحات كتابه الوحيد وعرضه في رواياته عنه واستشهاداته به. وكان الخليل يرحب بسيبويه قائلاً مرحباً بزائر لا يمل، وما قالها الخليل لأحد سواه. وتتلمذ أيضاً على يد أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، وأبي زيد الأنصاري النحوي وغيرهم. ومن أبرز من تتلمذ على يديه أبو الحسن الأخفش الأوسط، وكان أكبر سناً من سيبويه، ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب. يعد كتاب سيبويه أقدم كتاب نحوي وصل إلينا من الكتب المؤلفة في علوم اللغة العربية، وقد رافقه الإجلال والإعظام من تاريخ ظهوره للناس، واستمر الأمر على النحو نفسه حتى يوم الناس هذا. قال الجاحظ فيه: لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله، وجميع كتب الناس عليه عيال. وكان المبرد إذا أراد أحد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: أركبت البحر؟ تعظيماً له واستعظاماً لما فيه. وقال أبو عثمان المازني: من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي. عاش سيبويه نحو 40 عاماً على أرجح الأقوال، وتوفي سنة 80 من الهجرة.